طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع أخبار اليوم: جمعية خيرية تحل نفسها بعد اتهامها بالإرهاب ومضايقة قياداتها. في تقرير لصحيفة عربية: بيروت أضحت رهينة صنعاء. ومن الشرق الأوسط: جنرال أمريكي لن أطيع أوامر الرئيس ترامب باستخدام السلاح النووي. ومن البيان: ألماني يعثر على سيارته بعد 20 عاما من ضياعها. أهلا بكم. والبداية من موقع سبتمبر نت، والذي تابع جرائم ميليشيا الحوثي خلال أسبوع واحد، وعنوان تقريره عن أكثر الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا: 5 قتلى و3 طرق وحشية ارتكبتها الميليشيا في أسبوع. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت خلال الأسبوع الماضي على قتل 5 مواطنين وإصابة 6 في جرائم متفرقة، مستخدمة طرقا مختلفة وصفت بالمتوحشة في ظل صمت دولي مطبق. ويضيف سبتمبر نت: الطرق التي استخدمتها الميليشيا في قتل المواطنين 5 تمثلت بالتعذيب والدهس بأطقمها العسكرية وتفجير منزل على رأس أحد السكان. في تقرير لموقع الموقع بوست يعنون بما يتعلق بفعالية أقيمت أمس في أبيان: فعالية انفصالية بمسقط رأس هادي، هكذا احتفل المجلس الانتقالي في أبيان. وعلق الموقع حول الفعالية التي أقامها المجلس الانتقالي في أبيان، وأنها شهدت حضورا محدودا للمواطنين والذين لم يتجاوز عددهم 500 مشارك، حيث لم يمتلئ ملعب البلدية بزنجبار، وهو أصغر ملاعب المحافظة، فقد شهدت أجزاء واسعة منها فارغة عدا مساحة بسيطة مقابلة للمنصة. وترافقت فعالية التدشين المحدودة مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، وذلك تحسبا لأي خطوات قد تقوم بها قوات الأمن المحسوبة على الشرعية. وقال تقرير الموقع بوست إن المجلس حشد إعلاميا لفعالية الانتقال الجنوبي بمحافظة أبيان، كون هذه المحافظة تعد مسقط رأس رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، لأنه ومع كل تلك الحملات الإعلامية فقد ظهر الحضور باهتا للغاية ومشابها للحضور الذي شهدته فعالية الانتقال الجنوبي بمحافظة لحج قبل أيام. صحفي من أبيان قال للموقع: فعالية المجلس الانتقالي بمحافظة أبيان لم تلقى القبول لدى المواطنين والذين امتنعوا عن الحضور. ثمة من يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، مقدما نفسه في قالب جامد لا يقرأ التاريخ ولا يريد أن يتوقف في محطاته لاستلهام الدروس والعبر، لينطلق بعدها بخطوات واثقة صوب المستقبل. هكذا بدأ سامي الكاف مقاله المنشور في موقع عدن الغد، مضيفا في أجزاء من المقال: في الواقع أي جهة ترغب في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ستلقى المآل الذي آل إليه الكرد والكتلان، بحسب الموقف الذي سطرته صحيفة الخليج الإماراتية ذات افتتاحية قبل أيام، حيث قالت: الحصيف من يتعظ مما جرى في الإقليمين بدلا من القفز على الواقع، وأن يبدأ بإعادة ترتيب أوراقه للنشاط السياسي تحت سقف الدولة الموحدة، عوضا عن الجري وراء أوهام لا تزيد البلدان سوى المزيد من الأزمات، فمشروع الانفصال لا مستقبل له، ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة المستندة إلى تجربتها الوحدوية ترفض مشاريع التفكك والانفصال لقناعتها بأن هذه المشاريع تفتيتية ولا تساعد على حل أي أزمة. إن إصرار الجماعات السياسية عبر عدد من المجالس والمكونات في الذهاب إلى التخلي عن هويتها والاختباء وراء هوية أخرى أو اللجوء إليها لا مستقبل له، لأن المحيط والعالم صارا يرفضان التوجه نحو التفكك ويبحثان عما يجمع الدول والشعوب. ففي الباب الأول: أسس النظام الوطني الديمقراطي لدستور جمهورية اليمن الجنوبي جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، وهي دولة تعبر عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة، وتسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد
الإنجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيداً للانتقال إلى بناء الاشتراكية. الشعب اليمني شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية، والجنسية اليمنية واحدة، وتكون اليمن وحدة تاريخية واقتصادية وجغرافية. عنوان بارز في موقع المصدر أونلاين حول ما قاله رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن. بن دغر: من يعتقد أن الحرب انتهت بخروج الحوثيين من مدينة عدن فهو واهم. وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر إنه من يعتقد أن الحرب انتهت بخروج الحوثيين والقوات الموالية لصالح من عدن وإن الحرب في تعز ومارب لا تعنيه فهو واهم. وأشار بن دغر في فعالية مدنية إلى أن جبهات تعز ومأرب تدافع عن مدينة عدن. وقال رئيس الحكومة: الاضطرابات في عدن تتطلب حتما وحدة المواقف خلف الدولة الشرعية ووحدة الموقف السياسي والعسكري والأمني تجاه الميليشيا الانقلابية والإرهاب لصون عدن واليمن كلها. أكد الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ينعى الإنسانية بسبب ما أوردته الأمم المتحدة بأن اليمن على شفا أسوأ مجاعة في العالم وأن الملايين من الأرواح في خطر داهم. وكتب محمد البرادعي تغريدة على تويتر نقلها موقع الوحدوي نت، قال فيها: ليس لدي ما أقوله سوى أن أنعى لكم الإنسانية. ويذكر أن الأمم المتحدة أوردت في بيان إن المجاعة قد تكون حدثت بالفعل في بعض أجزاء اليمن فيما يدخل الإغلاق الجزئي المفروض على الموانئ اليمنية يومه 12. وقالت الأمم المتحدة إن الإغلاق المفروض على الموانئ البرية والبحرية والجوية في اليمن يهدد حياة الملايين، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الوفيات الناجمة عن نقص التغذية. ووفقا لمسؤول أممي يستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته اليومية بما في ذلك الوقود الذي وصل مخزونه الآن إلى مستوى حرج. وأفادت بأن مخزون الوقود منخفض للغاية لدرجة أن 3 مدن يمنية أصبحت غير قادرة على ضخ المياه النظيفة لسكانها خلال الأيام الأخيرة. يموتون من الجوع ومن المهانة أيضا. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله المنشور في موقع الاشتراكي نت وتابع: القرار الغبي القاضي بإعلان جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أعطى مبررا قويا لمشغلي اقتصاد الحرب المنتسبين لميليشيات القتل. تجار المشتقات النفطية المرتبطين بقيادة الصف الأول لسلطة الأمر الواقع عمدوا إلى إخفاء البنزين والديزل وغاز الطبخ في مناطق سيطرتهم فور الإعلان عن إغلاق المنافذ، فتضاعفت أسعارها في ظرف ساعات في السوق السوداء التي يديرونها. لم يمهل اللصوص الناس يوماً إضافياً واحداً، فقط انتظروا مثل هذا الإعلان ليبدأوا في إعمال سكاكين الجزارة في الأجساد العليلة، وليس من أحد يستطيع محاسبتهم أو على أقل تقدير إيقافهم، لأنهم بكل بساطة الجزء الفاعل في إدارة السلطتين المتحاربتين وعصبها التمويلي. حين ارتفعت الأصوات التي تقول إن الناس يقتلهم الجوع، كانت تأتي الردود من أبواق الانتفاع والتبرير والسحت: ألا أحد يموت من الجوع، المهم هو الثبات والصمود التي ستكون عاقبته النصر المؤزر. أدخلوا الشعب في متاهة الدم والحزن لإشباع رغباتهم المريضة في الحكم والتسلط، ثم طالبوهم بالصمود. أي صمود هذا الذي أمات الناس جوعاً ومهانة وإذلالا؟ وأي حسم يلوح في الأفق غير حسوم الموت والتفكك والنزوح؟ الصمود كشعار وسيلان إعلامي يستغبي الجميع لم يكن سوى إعادة تموضع لطبقة الحرب العابرة للطائفة والمنطقة والجهة والشعار، والتي تلتقي في كثير من الزوايا والمنحنيات التي ظنها الشعب الغلبان نقاط افتراق بين خصمين ومشروعين، غير أن الأيام أثبتت أنه لم يكن سوى مشروع واحد لكن بقبحين مضاعفين. العديد من العناوين وردت في صحيفة أو في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: جمعية خيرية تحن نفسها وفروعها بعد اتهام أو بعد تهم بالإرهاب ومضايقة قياداتها، وميدانيا عنوان: الجيش يهاجم الميليشيا في رأس نخيل بن غيلان شرق صنعاء واشتداد المعارك في المجاوحة وبني فرج، وعنوان أيضا: برلمان صالح يستجوب الحكومة الانقلاب حول احتجاز شاحنات نفط ويطالبها بالاستقالة.
وعنوان من تعز الميليشيا تمطر قرى الصلوب القذائف ومقتل وجرح 12 حوثيا في غارات جوية بيقتل. وعنوان أيضا ميناء الحديدة والصليف مغلقان أمام السفن رغم إصدار الأمم المتحدة تصاريح الدخول. ولقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في تقرير لصحيفة القدس العربي يربط ما يحدث في لبنان بما يجري في اليمن من حرب، وعنون تقرير صحيفة القدس: السعودية قلبت الطاولة في لبنان وبيروت أضحت رهينة صنعاء. وقال تقرير الصحيفة: من يقرأ موقف المملكة من موقع المؤيد ينطلق من أن الخطوة جاءت في إطار تبدل المشهد الإقليمي والاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمرحلة ما بعد تنظيم داعش وتحجيم نفوذ إيران في المنطقة، غير أن حزب الله، ووفقا للتقرير الذي أعدته من بيروت، رولا موفق لا يرى أن تبدلات كبرى حصلت فعليا تستوجب إعادة إنتاج تسوية جديدة، لا، بل أنه لن يسلك هذا الدرب مهما كانت الضغوط شديدة عليه، لأنه يربط الضربة التي تلقاها في لبنان بدوره في اليمن كخاسرة السعودية أو خاسرة السعودية الرخوة، ولأنه متيقن من أن الضغوط التي تمارس عليه من بوابة تعريض لبنان ومصالح أبنائه للخطر معطوفة على العقوبات الأمريكية المالية ضد محاصرته داخليا وخارجيا التي تهدف إلى إنهاء تأثيره في هذا البلد الذي يخوض فيه التحالف العربي بقيادة المملكة معركته الفعلية ضد إيران. ويتابع التقرير: السعودية قلبت الطاولة في لبنان وحزب الله بات بين خيارات احتواء المواقف أو الذهاب في المواجهة إلى نقطة لا عودة بما يشكل انقلابا كاملا ينكشف معه لبنان بشكل كلي. اليوم العالمي للطفل مناسبة سلطت بها صحيفة العرب الجديد الضوء على أطفال اليمن عامة وفتيات اليمن خاصة في إحدى مدارس صنعاء. قالت الصحيفة: هن من بين أطفال العالم الأكثر حاجة إلى مناسبات تتناولهن وتسلط الضوء على معاناتهن. وأضافت الصحيفة: هؤلاء الفتيات معرضات مثل سواهن من أطفال اليمن إلى المجاعة الكبرى في البلاد، في حين أن مرض الكوليرا يتربص بهن وبغيرهن من الصغار والكبار على حد سواء بسبب الحرب التي دامت 3 سنوات، وثلاث سنوات تساوي تقريبا نصف مدة وجودهن في هذا العالم الذي لم يرحمهن حتى اليوم. هل تواجه منطقة جنوب شرق آسيا خطر التحول إلى شرق أوسط جديد؟ هل ستكون المنطقة التالية التي سوف يهيمن عليها تلاقي ثقافة الإذلال وثقافة الخصومة العنيفة بين الدول وفي داخلها؟ هكذا بدأ دومينيك موسيسي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفا في أجزاء من المقال: التساؤل في حد ذاته يؤشر على الوضع الجديد الذي خلقه صعود القومية الدينية في عموم جنوب شرق آسيا. يبدو أن تفجير الأصولية الإسلامية قد ساهم في إيقاظ القومية البوذية كما يحدث في ميانمار، أو القومية الهندوسية كما حدث في هند رئيس الوزراء ناريندرا مودي. لذلك يجب التفكير في مأساة الروهينجيا في ميانمار في سياق عودة صعود النزعة القومية الدينية. ولا تتمتع أقلية الروهينجيا التي ما تزال تتعرض للإذلال حتى بالحق في المواطنة، وكما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الأمر ليس مسألة استعادة وإنما مسألة تأسيس حقوقهم في بلد يعني فيه أن تكون بورميا أن تكون بوذيا. بطبيعة الحال يشكل الروهينجيا أقلية ضئيلة، ويتكون 88% من سكان ميانمار من البوذيين و6% من المسيحيين، بينما نسبة 4% فقط من المسلمين. وفي كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تذكر أونغ سو كي أيقونة الديمقراطية البورمية جماعة الروهينجيا حتى بالاسم. لدى الهند أشياؤها غير القابلة لأن تلمس، ولدى ميانمار الآن في موضوع الروهينجيا أشياؤها التي ليس لها اسم. ويبدو أن سكوت سو كي عن ذكر اسم الروهينجيا هو نتاج لعدم اعتبارها الشخصي لمصير أقلية غير موجودة في نظرها، نتيجة لحسبة سياسية تتعلق بمؤسسة الجيش التي تشاركها السلطة راهنا.
مأساة الروهينجيا التي كانت محلية في البداية أصبحت مع الوقت إقليمية، إذ لم تكن أزمة دولية في جزء من العالم، حيث تميل الهويتان القومية والدينية إلى التداخل ببعضها البعض بازدياد. من أخبارها المنوعة نطالع في صحيفة الشرق الأوسط: جنرال أمريكي لن أطيع أوامر ترامب باستخدام السلاح النووي بشكل غير قانوني. وردا على سؤال عما سيفعله في حال وجه إليه ترامب أمرا باستخدام السلاح النووي، قال الجنرال جون هايتن رئيس القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي: أنا مكلف بتقديم النصح للرئيس وهو يخبرني بما يجب علي أن أفعل، وإذا كان الأمر غير قانوني سأقول له سيدي الرئيس هذا غير قانوني وسيجيبني بما هو الإجراء القانوني إذن. وهنا سنتحدث عن الخيارات، الأمر ليس معقدا إلى هذا الحد. وأضاف هايتن خلال منتدى أمني بمدينة هاليفاكس الكندية: إنها مهمة عسكرية ووظيفة عسكرية، فإذا نفذنا أمرا غير قانوني نخاطر بدخول السجن مدى الحياة. وتأتي تصريحات هايتن في وقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بوقت سابق كوريا الشمالية بالنار والغضب، وذلك على خلفية تجاربها النووية. في المواد العلمية والأبحاث التي تركز على نشر نتائجها شبكة البي بي سي نطالع منها: المراهقون يتأثرون باكتئاب الأب. وتوصلت دراسة علمية إلى أن الاكتئاب عند الآباء وكذلك الأمهات يؤثر على الأطفال، بالرغم من الأمهات يكون غالبا محور التركيز عند معالجة الاكتئاب لدى المراهقين. وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن إلى أن كلا الوالدين لديه دور في حماية الأبناء المراهقين من الإصابة بالاكتئاب، وأثبتت النتائج أن هناك رابطا بين أعراض الاكتئاب عند الآباء وأعراض مشابهة عند الأبناء في سن المراهقة، وكان الرابط متساويا في درجته مع أثر اكتئاب الأمهات على أبنائهن. وقال الباحثون أن العديد من مشاكل الصحة النفسية ومنها الاكتئاب تبدأ في سن 13 عاما، ومن المعروف أن اكتئاب الأمهات يزيد احتمال إصابة الأبناء، إلا أن أثر اكتئاب الآباء لم يكن معروفا من قبل. يحدث أن ينسى الإنسان أين وضع مفاتيحه أو نظاراته أو هاتفه، وقد يحدث أيضا أن ينسى أين أوقف سيارته، لا سيما إن كان في مركز تجاري كبير، لكن ما يلبث أن يعثر عليها بعد دقائق من البحث، إلا أن ما حدث مع رجل ألماني لم يسبق أن اختبرته ذاكرة إنسان مع النسيان. ووفقا لعنوان لصحيفة البيان، ألماني يعثر على سيارته بعد 20 عاما على ضياعها. وقالت الصحيفة إن مواطنا ألمانيا عثر على سيارته المفقودة منذ ما يقرب من 20 عاما بعد أن نسي المكان الذي تركها به في مدينة فرانكفورت الألمانية. وفقا لصحيفة داسان البريطانية، يعود تاريخ إنتاج السيارة الضائعة إلى ما قبل 76 عاما، وتم العثور على السيارة العتيقة في مرآب قديم بمدينة فرانكفورت. ويقع هذا المرآب بمبنى صدر قرار بإزالته. ولمعرفة هوية صاحب السيارة المتواجدة بالمرآب منذ عام 1997، اضطرت الشركة المسؤولة إلى وقف تنفيذ قرار إزالة المبنى للبحث عن هوية صاحب السيارة. وبعد عدة محاولات توصلت الشركة إلى صاحب السيارة وأبلغته بموقعها من خلال محادثة هاتفية، وتبين أن الرجل نسي المكان الذي وضع فيه سيارته منذ ما يقرب من عقدين كاملين، وعند وصول صاحب السيارة رفض الحصول عليها مرة أخرى نظرا لأنها لم تعد تعمل. أهم الأحداث التي وثقتها شبكة البي بي سي ونشرتها اليوم، وتتنقل بين الطبيعة والسياسة ومظاهر الخوف والشجاعة، نتابع الصور في جولتنا.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.